بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 25 من دروس الترجمة من الإنجليزية إلى العربية. كما احتجنا في الواجبات السابقة، سوف ننظر أولا في المعاني إذا ما كان هناك أخطاء في الترجمة أم لا، وبعد ذلك ننتقل إلى النواحي اللغوية. بداية لدينا كلمة build on. أولا هو فعل حاضر وليس ماضي، لذلك نستخدمه في الحاضر. عدا عن ذلك هناك مشكلة بأن الفعل معناها يؤسس، build on معناها يؤسس عمله على عمل شخص آخر. لدينا خطأ في عدم وجود ترجمة هو التي تعني الذي، وهنا الباحثون في علم التجربة الذين يطبقون نظريات إلى آخره، فهناك خطأ إذن في ترجمة ما نسميه subordination. الآن نصحح هذا الخطأ subordination. فيؤسس أعمالهم على، يؤسس الباحثون أعمالهم على كذا كذا إلى آخره. psychologist هي غير physiologist، ومجالان مختلفان تماما طبعا. هذا من الخطأ، خطأ من المعنى. إذن يمر الأطفال، يجب علينا أن ننتبه إلى الأخطاء في الهمزات الوصل والقطع، فهذه من الأخطاء القاتلة. only معناها لا إلا، لا إلا، لا يواجه الأطفال العالم من حولهم إلا، يعني لا إلا وليس لا فقط. هناك تقديم وتأخير غير مطلوب. senses معناها الأحاسيس أو الحواس. motor abilities معناها القدرات الحركية، فهناك كان تقديم وتأخير غير مطلوب. knowledge معناها معارف. أما سرعة مباشرة للتعلم فهناك خطأ فيها، لا يوجد تعلم إنما مباشر. مبنية على الخبرة، experience معناها خبرة. objects معناها الأشياء. لا يجوز إضافة كلمات غير موجودة في النص الأصلي. objects معناها الأشياء، إنما الأفكار thoughts كلمة أخرى منفصلة تماما عن كلمة تفكير، معناها تفكير thinking. thoughts يعني أفكار. experience كما قلنا معناها خبرة وليس تجربة. سنحاول تغيير هذه العبارة. بطريقة نحاول أن نكون مفهومة أكثر. نضع أداة للربط لأننا انتقلنا الآن إلى جملة أخرى وفكرة أخرى، وهي مرحلة عمرية أخرى حددها بيجي. adolescence معناها هي مرحلة المراهقة وليس النضج، ولو أن كلمة المراهقة تعني بداية النضج وليس يعني تنتهي بالبلوغ، النضج الجسدي والعقلي وغيرها. لتنظيم الأشياء من حوله وتصنيفها. نحن لا نحب أن يكون هناك مضافان اثنان إلى مضاف إليه واحد. مرة أخرى هناك خطأ في ترجمة المراهقة، خطأ معنوي في معنى الكلمات. مراهقة لا تعني نضج، إنما تعني المراهقة adolescence تعني، وليس تعني النضج. هناك عبارة تتكرر في الصحافة لا نحبها، كما و. لا يوجد في العربية عبارة كما و، كما تستخدم من أجل المقارنة بين شيئين متشابهين. على التفكير، التفكير اسم مجرور طبعا. استيعاب، إذن استيعاب معطوفة على التفكير، شيء جيد طبعا.
كلمة مورال يعني تستخدم بطريقة غير صحيحة، أنا أجدها غلط. مورال معناها أخلاقي، وديفلوبمنت معناها تطور وليس تقدم. هنا نتحدث عن مشكلة المصطلحات الخاصة في مجال معين يسموها جارجن باللغة الإنجليزية. ديفلوبمنت في علم التربية وغيرها تسمى تطور وليس تقدم. perceive يعني يدرك وليس يميز، يدرك إذا، ونضع الفعل في الأول وليس في الآخر. هذه العبارة تحتاج إلى تغيير كامل لها لأنها لم تحمل أي معنى. rules معناها القواعد، وكما قلنا عندما ننتقل من جملة إلى جملة لا بد لنا من أن نبدأ بأداة ربط صحيحة. لا توجد كلمة البشرية، إنما الإنسان، يدرك الإنسان، الفرد البشري يعني الإنسان. ultimate يعني نستخدم معناها المطلقة النهائية، يعني abstract معناها التجريدية، القواعد التجريدية. الجملة التي أتأثر من نظريتي بها جيد، هناك مشكلة قواعدية، فالمتدربة هنا التزمت في الطريقة الأصلية في الإنجليزية في الكتابة، وهي لا تنفع عندنا بالعربية لأن نحو اللغة الإنجليزية يختلف عن قواعد ونحو اللغة العربية. اخترنا هنا تقسيمها، نتحدث عن subordination أيضا. قسمنا الجملة إلى جملتين، لا نقول متوسط الستينيات إنما منتصف الستينيات وليس متوسط. مرة أخرى لدينا خطأ في كلمة فيزيولوجي، إنما هو نفسي، عالم نفسي وليس عالم فيزيولوجي. التقدم السلوكي خطأ أيضا، هي التطور الأخلاقي. لاحظوا أن لدينا أخطاء كثيرة هنا في المعنى الأصلي للنص. سببه أن المترجم هنا حاد عن الكلمات واستخدم كلمات أخرى لا علاقة لها في الموضوع. الحل طبعا الالتزام في المصطلحات التي يستخدمها أصحاب العلم. كلمة strive معناها يحاول جاهدا، هنا يحاول الأطفال جاهدين. لا يوجد توبيخ، إنما العقاب. punishment معناها العقاب وليس التوبيخ. scolding معناها التوبيخ، وهو شيء آخر تماما في علم التربية. ومتطلبات الآخرين في المدى الذي يوافقه إلى آخره، عبارة غير مفهومة ركيكة، نحاول أن نصلحها. هناك خطأ في ترجمة كلمة conformity to social rules، يعني الامتثال للقواعد الاجتماعية. همزة الوصل والقطع هي من أهم قواعد الترجمة من الإنجليزية إلى العربية. الاحترام، الالتزام، الاجتماعية، كلها كلمات فيها همزة وصل وليس همزة قطع. أخيرا لدينا كلمة authority غير مترجمة، هي المقصود فيها السلطة. duty يعني وواجبهم تجاهها. الآن انتهينا من التأكد من المصطلحات والعبارات، بقي علينا أن نصحح النص من الناحية اللغوية لنضمن أنه خال من الأخطاء اللغوية. سوف نراجعها الآن مراجعة لغوية دون النظر إلى النص الأصلي، فإذا ما وجدنا أي تغيير لا بد منه، سوف نفعل هذا التغيير.
عمليا انتهينا من التصحيح، نلقاكم في درس قادم.